مساء الخير مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة على الهواء الذي يهتم بصحة الإنسان وبأسلوب حياته السليم. مساء الخير محمد، وأمسي بالخير على كل من يتابعنا في هذه اللحظة في برنامجنا الأسبوعي عيادة على الهواء. بداية أذكركم مشاهدينا أنكم تستطيعون مشاركتنا مباشرة عبر تويتر لايف على حسابنا شارجة تي في، والإجابة على سؤال حلقتنا الظاهر أمامكم، وهو هل يعتبر داء السل من أمراض الرئة الرئيسية التي تسبب الوفاة؟ شاركونا بأراءكم وأجوبتكم، كما نستقبل أيضا أسئلة المشاهدين والمتابعين لموضوع حلقتنا من خلال المكالمات الهاتفية عبر الأرقام الظاهرة تباعا أو عبر منصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. يعتبر مرض السل من الأمراض الأكثر شيوعا في العالم، ويمكن أن يصيب جميع الفئات العمرية، وتتسبب عدوى هذا المرض في وفاة قرابة 2 مليون شخص سنويا. ولكن الذي يجعل مكافحة هذا المرض أمرا صعبا هو أن عدواه من النوع المقاوم للأدوية غالبا. داء السل أو الدرن وكل ما يتعلق به محور حديثنا لليوم. إذن بداية ننتقل إلى تقريرنا حول مرض أو داء السل، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. يعرف مرض السل على أنه مرض جرثومي معدي يسبب العديد من حالات الوفاة حول العالم أكثر من أي مرض آخر، والذي يصيب الرئة، وأيضاً يمكن أن يصيب الأجزاء الأخرى من الجسم، حيث تتسبب في هذا المرض أحد أنواع البكتيريا، وتنتقل عدوى السل عن طريق الهواء، فعند انتشارها في الهواء عن طريق العطاس أو السعال أو الحديث تزيد فرصة الإصابة بالسل. نطرح في هذا التقرير تساؤلات عديدة تدور حول مرض السل، فما هي أعراضه وأسبابه وكيفية معالجته والوقاية منه؟ ابقوا معنا للإجابة على جميع الاستفسارات في حلقتنا لهذه الليلة. حياكم الله مشاهدينا من جديد حول موضوع حلقتنا لليوم، وهو داء السل أو الدرن. معنا الدكتور عماد الدين مصطفى إبراهيم، استشاري الأمراض الصدرية. حياك الله معنا دكتور. الله يخليك، أهلا بكم. حياك الله دكتور. نتحدث عن 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 السل، يمكن تاريخنا في الدول العربية دائما يتحدث عن السل والأمراض التي قتلت الكثير. الآن خبرنا عن 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 هذا الداء، عن السل، عن تاريخه وإلى أين وصل في هذه الأيام. تمام. هو حك داء السل هو مرض بيصيب بداية الرئة. من أهم الأمراض اللي بتصيب الرئة والأكثر يعني سبب للوفيات من أمراض الرئة، زائد إن هو عنده زي ما حضرتك قلت إن فيه مناعة شديدة للأدوية والمضادات الحيوية. صحيح. بدايته اختلفوا على البداية، هل كان بدأت في مثلا الماشية أو كده وتنقل الإنسان أو لا، لأن فيه نوعين منه، نوع للإنسان ونوع للماشية أو الأبقار أو كده. نعم. لكن في علامات بتدل انه كان موجود من قبل الميلاد، يعني في بعض الموميا موجوده في المتحف البريطاني. نعم. مصابه بداء الدرن في العمود الفقري من 2400 سنه، وعرف في اليونان من 460 سنه قبل الميلاد على انه ده مرض اسمه افسس، وبدا بعد كده ابو قراط يتكلم عنه. وأثناء الثوره الصناعيه كان بيرتبط الفولكلور في اوروبا بمصاص الدماء، وكان بيعتبروا الإنسان اللي هو بيصاب بالدرن فبيبقى عنده بصق دموي، بعد كده بيبدأ بعض أفراد الأسرة عنده يموتوا، فيبدأ يقولوا إن هو ده بدأ ياخد أرواحهم عن طريق امتصاص الدم أو كده. نعم. وبعد كده بدأ يتشخص كمرض سنة 1686 على يد طبيب وصف المرض لكن ما سمعوش. بداية التسمية كانت على يد دكتور في سنة 1839 سماه باسمه اللي هو السل، لغاية لما اكتشفوا أول مرة العصيات اللي هي بتدل على المرض عن طريق دكتور اسمه روبرت كوخ، وهو اكتشف سنة 1882. يعني المرض، مرض السل هذا طبعا كاسم قريب عندنا، ولكن من اللي اكتشفوه في البداية قدر يعني من ما يقارب أكثر من 17,000 سنة تقريبا. تمام. نعم. وبدأ الإنسان لما اتعرف على المرض بدأ يدور على الأدوية أو المقاومة ليه. كان أول محاولات لعمل
في مصر ضد الدرن كانت سنة 1902، كان على يد 2 من الأطباء كالمت وجورين، وهما بدأوا يعملوا المصل اللي احنا بنستخدمه حاليا اسمه البي سي جي اللي بياخده الأطفال في سن 45 يوم. ده بدأ يستخدم سنة 1920، كان دي أول بداية للأمصال ضد الدرن. إذا تعريف الدرن كتعريف علمي منذ اكتشافه إلى الآن، يعني يمكن في واللي فصل هذا المرض أكثر وإصاباته وكذا، يمكن عرف المرض بتعريف علمي دقيق غير الاكتشافات العادية. إذا ما هو تعريف الدرن أو السل؟ الدرن هو مرض عدوي، عدوى تنفسية بيصيب الرئتين عن طريق عصيات شديدة المراصل المضادات الحيوية. هي بتظهر في الكشف انها ميكروبات سالبه، لكن هي في الحقيقه بتجمع ما بين البكتيريا والفطر في نفس الوقت، وعندها مناعه للمضادات الحيويه المتعدده، يعني غير البكتيريا العاديه ان هي ممكن مضاد واحد يبقى كافي بالنسبه لها، لكن احنا ما نقدرش نعالج الدرن بمضاد واحد بس. لما تقول على شكل عصي، يعني هل هي فعليا على شكل عصي؟ يمكن عندنا بعض الصور الشباب يمكن يعرضونها في هذه الاثناء ايضا، ونتحدث عن هذه الصور ايضا دكتور بشكل اوضح. هي دي المنظر، هي العصيات او الاسيد فاست باسيلاي. بتبقى عباره عن عصيات لونها بيبان في تحت الميكروسكوب باللون الاحمر، لانها بتمنع التغير اللي بيحصل ليها مع التلوين نتيجه وجود غشاء ليها بيحتوي الخليه عالي الدهون، فبيمنع ان حتى ان احنا ناثر عليه ببعض المواد اللي بتحول للون البكتيريا لونه بنفسجي او كده، فبتظهر على اللون الاحمر ده. يعني لما نقول دكتور شكلها اصلي، يعني على شكل طولي طولي حيه ومتحركه، ولا طولي ثابت غير وتلهب؟ غير متحركه تلهب. غير متحركه وبتعيش في بتعتمد على الهواء بصوره كبيره، عشان كده الرئه هي اكتر مكان لنشاطها، لانها بتعتمد على وجود الهواء ونشاطه، عشان كده حتى في الرئه بيصاب دايما اجزاء العلوية من الرئة، لأن ده أكتر أماكن فيها تهوية أعلى. يعني الرئة بتقسم ثلاث أجزاء، الجزء العلوي والوسطي والسفلي. الجزء العلوي هو أكثر أماكن تهوية وأقل في وصول الدم، فهي بتركز في هذه الأماكن لأنها بتعتمد على الهواء، بيئة خصبة وجيدة لتكاثرها لنشاطها في هذا المكان. أيضا يمكن عندنا بعض الصور اللي تتحدث عن موضوع مكان وجودها، يمكن هذه الصوره والصوره التاليه لها ايضا. هي الصوره دي صوره للرئه، يعني الاشعه عاديه ما فيهاش اي حاجه. دي صوره اللي هي المصاب بالدرن. دايما زي ما بقول لحضرتك ان هو من مميزات الدرن ان احنا دايما بنقول ان هو بيبقى موجود في الجزء العلوي من الرئه، وغالبا الناحيتين. غالبا الناحيتين. فدي صوره بتمثل وجود التهابات درنيه في الناحيتين. هي هنا لو حضرتك تلاحظ الناحيه اليمين يمكن اكتر شويه، لكن الناحيه الشمال برضو متاثره، يعني متاثره. المشكلة الدرن هو بيسمى ميكروب مدمر للرئة، لأنه بيحولها لتكيسات وبتحولها لأماكن متليفة، فبتفقد الوظيفة الأساسية ليها اللي هي عملية تبادل الهواء ودخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون، فمتحول للرئة لمجرد تكيسات أو تكهفات ما فيهاش مرونه ما بين التهويه وما بين التغذيه الدمويه. بيبدا كميه الاكسجين تقل في الجسم، وكميه الطاقه اللي محتاجها الانسان عشان يعوضها بيضطر ياخد نفس سريع، يحس بعد كده بالكتمه، وبعد تبدا الاعراض تظهر بعد كده. تمام. الان يمكن الصور اللي شاهدناها دكتور وجود الدرن في المنطقه العلويه من الرئه. تمام. ولكن القصبه الهوائيه نفسها هل يصيبها شيء؟ هل تكون ايضا بيئه جيده وخصبه لنشاط هذا هو حركة الرئه اكثر خصوب، مكان خصب زي ما قلت حركة للتهويه، زائد ان الممرات الهوائيه لما بيحصل فيها بتحصل بعض التهابات بتسبب انغلاق هذه القصبات. لكن هي المكان الاساسي فيها الرئتين او الحواصلات الهوائيه. ممتاز. لما نتكلم عن المرض هذا كمرض جرثومي دكتور، في بعض الأحيان يعني ما شاء الله جسم الإنسان بطبيعته فيه وقاية طبيعية. على سبيل المثال الجلد فيه ثلاث طبقات، وهذه الطبقات أيضا تحمي جسم الإنسان من دخول أي جراثيم. الآن يعني ألا يوجد في نظام الجهاز التنفسي عندنا نظام يقي من دخول مثل هذه الجراثيم وأيضا سيطرتها على الرئة؟
ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان جهاز مناعي على أعلى مستوى. صحيح. تمام. هو الجهاز المناعي الخاص بالرئة بينقسم لجزئين. جزء خلوي وده عبارة عن زي مضادات حيوية موجودة في الغشاء المبطن للشعب الهوائية، وجزء منه خلوي اللي هو عن طريق الخلايا. الجزء اللي هو بيكون مسؤول عن التخلص من الدرن هو أو السل اللي هي الخلايا. خصوصا بعض الخلايا بتبقى مسؤول عن التهام هذه الميكروبات وتحولها في الآخر لعناقيد أو أجزاء متليفة في الرئة. إذا اضطرب الجهاز المناعي أو اضطربت اللي هي الجهاز الخلوي بتاع الإنسان بيحصل أن النشاط الميكروب أعلى أو شديد المراس بالنسبة لمناعة الجسم. لو حصل عدم توازن ما بين المناعة وما بين شدة الميكروب أو كميته أو مقاومته للمضادات والمناعة الخلوية بيبدأ يظهر أعراض المرض. لكن في الطبيعي أنا عايز أقول لحضرتك ثلث سكان العالم مصابين بالدرن الخامل. ده دي إحصائية. يمكن النوع في إذا بما أنك تحدثت عن هالموضوع دكتور تحدث عن أنواع انواع الدرن اللي موجود حاليا. هو ساعتك هو في اكتر من نوع بس هو بينقسم شقين مهمين جدا اللي هو النشط والخامل. النشط اللي هو بيظهر عليه اعراض وبنقدر نعرفه ونشخصه بسهوله ونبدا نعالجه بسرعه. لكن في نوع من نوع تاني ان الانسان بيصاب بالميكروب بس الرئه بتقدر تحتويه عن طريق الخلايا وبتحدد مكانه فبيبدا الخامل الى ان يحصل اي شيء يضعف المناعه فينشط من جديد. فعايز اقول لحضرتك ان ثلث سكان العالم مصابين في مرحله من المراحل بالدرن. على فكره دكتور موضوع الدرن الخامل والخامل وايضا الدرن النشط لكل منهما خطوره معينه. تمام. لها تاثير سواء يعني الخامل الذي يعني يمكن ينتظر بيئه وخصبه عشان ينشط او النشط اللي قد يؤدي الى الوفاه. ولكن دكتور هل السل بطبيعته يؤدي الى او بدايه لامراض اخرى قد تصيب الانسان؟ تمام. هو حكي البدايه يعني احنا حتى لما بناخد التطعيم بتاع البي سي جي او كده بيتكون زي تفاعل ما بين الجسم وما بين الميكروب فحتى بيظهر عندنا في الجلد زي حته نتوء صغير كده. نعم. بالنسبه للرئه بيصيب الجزء السفلي من الفص العلوي او الجزء العلوي من الفص السفلي. نعم. الرئه بتحتوي لو المناعة بتاعت الجسم كويسة. نعم. لو المناعة بتاعت الإنسان مش قوية في بعض الناس زي اللي هم اللي عندهم مرض السن اللي هم أقل من 5 سنين أو السن الأكثر فوق 65 سنة أو اللي عندهم داء السكري أو الناس اللي هم عندهم مرض المناعة زي الإيدز أو عندهم أدوية بياخدوها تنقص المناعة بتاعتهم فبيبدأ الميكروب يتحرك. الميكروب بيتحرك بثلاث اتجاهات. نعم. يا اما يتحرك عن طريق الشعب الهوائيه وينتقل ما بين الرئتين يعني حضرتك يبقى موجود في ناحيه يروح ناحيه تانية. نعم. تمام. او ان هو ينتقل عن طريق الغدد الجهاز الليمفاوي فبيبدا ينتشر في الغدد الليمفاويه. بدايه الغدد الليمفاويه بتبقى موجوده في الحيزوم بتاع الرئه اللي هي ما بين القلب وما بين الرئتين. نعم. اذا تعدى المرحله دي بيوصل لاي غده موجوده في الجسم خصوصا الرقبه. يعني ساعات بيجي لنا ناس عندهم زي حيل او غدد ليمفاويه في الرقبه. نعم. بيبقى تشخيصها ساعات درني. لا يعني احنا بيبقى ما بين حاجه اللي هو المرض السرطان الليمفاوي. نعم. او الدرن. نعم. ده الجزء الثاني. الجزء الثالث ان هو ممكن الميكروب نفسه يخش الدم. لو دخل الدم دي المشكله الكبيره بقى لان ممكن حاجه يوصل للغشاء السحائي ويسبب اللي هو الالتهاب السحائي. ممكن يوصل للعظام، ممكن يوصل للمفاصل، ممكن يوصل للكبد، ممكن يوصل للطحال، ممكن يوصل للغشاء التموري بتاع القلب. نعم. ويسبب مشاكل، ممكن يوصل للكلى. فهو بيعتبر مرض متعدد يعني ممكن. ورغم ان يعني احنا في عصر الحمد لله ان يعني في زي ما حضرتك يعني اتكلمنا قبل الهوا ان في حوالي 55 مليون حاله تم علاجها وتم العنايه بها من المرض. لكن ما زال برضو ان نسبه العدد الاصابات بتعدي ل 10 مليون مريض في العالم كله والوفيات بتعدى 1.6 مليون وفاة. نعم. رغم كل العلاجات الموجودة. نعم. ممتاز. من لدرجة خطورة هذا المرض مثل ما تفضل دكتور أن أيضا داء السحايا يسمى السحايا السلي. نعم. لهذه الدرجة ومتحدث عن هذا الموضوع ومدى خطورته أيضا على باقي أعضاء الجسم في أحيانا يكون داخل الرئة أو
خارج الرئة يمكن يكون. ونتحدث أيضا عن العوامل الوراثية أيضا في موضوع نقل هذا المرض. إذن مشاهدينا دعونا ننتقل الآن إلى الفاصل القصير ومن ثم نعود مع زميلتنا شهد وطلعنا على بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. شكرا محمد وأهلا بكم من جديد ولكل من يتابعنا عبر شاشتنا ومن خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن نبدأ بأول خبر لفقرتنا واللي يقول: أجازت مكتبة الطب الوطنية في الولايات المتحدة اختبارا بسيطا ما إذا كان جسمك يعاني نقصا في المياه، وهي أن تقرص الجلد فوق ظهر اليد بالإبهام والسبابة لمدة ثواني، ثم قم بإزالة الأصبعين، وإذا وجدت أن الجلد قد ارتد بسرعة إلى ما كان عليه فذلك يعني أنك تشرب الماء بشكل جيد. أما إذا وجدت عكس ذلك فينصحك الأطباء بشرب كمية أكبر من الماء لتعويض احتياج جسمك. خبرنا الثاني اليوم: أظهرت أدلة علمية قوية أن القهوة جيدة بشكل لا يصدق لصحة الإنسان والإطالة بعمره. ووفقاً لتحليل غذائي من 127 دراسة، فإن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20%، كما تقلل القهوة من خطر الإصابة بأمراض القلب وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأخيراً مرض باركنسون بنسبة 30%. ننتقل لخبرنا الثالث: توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن الشوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من فقدان السمع، حيث توصلت الدراسة التي أجرها عدد من الأطباء في جنوب كوريا إلى أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم من 40 إلى 64 عاماً كان أقل بكثير ممن يتناولون الشوكولاتة. خبر غريب جداً صراحة. يعني يمكن الخبر التالي ايضا يكون خبر التالي ايضا في معلومه بعد انا وسعت شوي البحث حول الموضوع. صحيح. خبرنا الاخير لليوم: خبراء التغذيه يحذرون من بعض انواع الحميه التي تعد اخطر من على الانسان من التدخين او ارتفاع ضغط الدم. اكدوا على خطر الابتعاد عن تناول الخضروات والفواكه اثناء الحميه، مشيرين الى ان مقتل نحو 11 مليون شخص في جميع انحاء العالم خلال 2017 بسبب هذا النوع من الحمية الخاصة بالابتعاد عن الخضروات والفواكه. نعم. موضوع الشوكولاتة الآن موضوع جميل وجيد وغريب، نتناول الشوكولاتة حتى تزيد عندنا حاسة يحمي من فقدان السمع. السمع صحيح. نعم. ممتاز. أيضا نصائح لا تأخذ الشوكولاتة حتى لا يزيد وزنك. أيضا في سويت بحث عن أنواع الحميات اللي موجودة. نعم. مش بس هذه الحمية اللي موجودة خطر، لكن في القرون السابقة في بريطانيا. نعم. اعتادت بعض النساء على حمية القطن. نعم. شو هي حمية القطن؟ حمية القطن. نعم. كانوا يتناولون كرات من القطن حتى تسد المعدة ويحصلون على رشاقة بشكل أسرع، ولكن في كثير منهم يعني انتقلوا إلى رحمة. نعم. الله. نعم صحيح، مثل هذه الأشياء تكون أفكار غريبة وعجيبة. صحيح. في موضوع الحميات. صحيح. أكيد عجبني موضوع الماء، أن كيف تقيس نسبة السوائل في جسمك. أشوف جرب الطريقة. جربت، فأعتقد أن أحتاج إلى كمية أكبر من الماء يوميا، فهذه أيضا من الأشياء. نعم. شكرا جزيلا لشاهد. بهذا الخبر نختم فقرة الأخبار الطبية، ولكن أذكركم بسؤال حلقتنا لليوم: هل يعتبر داء السل من أمراض الرئة الرئيسية التي تسبب الوفاة؟ منتظر إجاباتكم وتفاعلكم. الآن ننتقل لمتابعة باقي فقرات برنامج عيادة على الهواء مع زميلي محمد. جميل. إذن دكتور، نواصل الحديث وكنا نتحدث عن موضوع علاقة مرض السل بالتاريخ العائلي أيضا للأشخاص. هل في ارتباط كعامل وراثي بين وجود المرض سواء كان خامل أو نشط بالتاريخ العائلي؟ هو حقيقة في أولا من بداية الحمل ممكن أن الطفل للأم
اللي مصابه بالدرن ممكن ينتقل للطفل نفسه. الحاجه اللي بتربط العائلات بالدرن هو بيبقى عاده الاختلاط اكتر منه عامل وراثي اكتر منه. بيبقى اكتر اللي هو الاختلاط في خصوصا في الاماكن اللي هي اللي بيعيش فيها اكتر من شخص في مكان صغير وسيء التهويه، وغالبا ده بيبقى في الاماكن اللي هي اللي هي المجتمعات اللي هي الضعيفه ماديا ومعيشيا، فبيبقى كميه التهويه والاختلاط سبب رئيسي. السبب الثاني الناس عاده اللي بتبقى عايشه في اماكن يعني غير منفتحه على الهواء وعلى الشمس، دي غالبا بتبقى سبب ثاني رئيسي للاصابه بين العائلات وبعضها. لكن جينيا ما فيش حاجه معينه بتسبب ان الدرن يكون موجود. هو ممكن نتكلم عن حاجات تانية زي الحساسيه او حساسيه الصدر او شيء او اورام الصدر الى حد ما، لكن الدرن اساسا بيبقى نتيجه ان الاسر بتبقى مختلطه ببعض في مكان ضيق وفي سوء تهويه في المكان اللي هم عايشين فيه. بالنسبه للاطفال دكتور، الان احنا نتحدث عن مرض السل او الدرن بشكل عام، نسبه الاصابه من هذا المرض للاطفال هل تعد نسبه كبيره ام لا؟ وهل نفس الخطوره حال الكبار ام لا؟ هي الخطوره في الاطفال اقل شويه، لان هم بيبقى يعني اللي هم اخذين التطعيم بيبقى عندهم فرصه احسن ان هو يبقى مناعتهم اعلى. هو الخطوره بتبدا من سن اللي هو المراهقه وسن الكبار، عشان كده بداوا يفكروا ان التطعيم اللي هو البي سي جي ده او التطعيم اللي احنا كلنا بناخده في عند سن 45 يوم بيبقى مفيد بالنسبه للاطفال، لكن اللي هم بيبداوا يوصلوا لسن ال 12 او 14 سنه بيبدا المناعه اللي عندهم تخف، فبداوا دلوقتي يفكروا في مصل جديد يتم تطويره او يدي مناعه اكتر لسن اكتر. وفي محاولات اتعملت واتنشرت في اللانست من حوالي شهر فبراير على محاولات مبدئيه في مصل بيتاخد على مرتين بينهم شهر، وبياخد اللي هم الناس اللي هم عندهم نقص في المناعه او عندهم عرضه اكتر للاصابه بالدرن. لغايه دلوقتي هي لسه ما بقاش على مجال واسع، لكن ما زال في مرحلة التجربة يعني. ممتاز. يمكن قبل ما كنا ناخذ الفاصل دكتور تحدثنا أيضا عن موضوع الدرن وجوده سواء في المنطقة الرئوية أو غير الرئوية. تمام. يمكن الرئوية عرفتني إياها وخبرتنا عن الشسم، لكن غير الرئوية كيف يكون؟ غير الرئوية زي ما قلت لحضرتك إن هو ممكن لو انتشر عن طريق الدم يوصل أي عضو من الجسم، لكن الأعضاء اللي هي اللي ممكن تتأثر أكتر اللي هي الغشاء السحائي، تمام، ممكن الغشاء التموري بتاع القلب، ممكن الكلى نفسها تتأثر بيه، ممكن الكبد، الطحال، العظام، العمود الفقري، المفاصل، كل دي معرضة انها تصاب بالدرن. بس لا توجد نسبة اكسجين كافية يمكن ليستمر هذا المرض في مثل هذه الأماكن، صح ام خطأ؟ مظبوط ان هو نسبة الاكسجين اقل، لكن هو الميكروب اساسا بيبقى منقول من يعني تم زراعته داخل الرئه وينتشر عن طريق الدم. فما بيوصل للمكان ده بيحاول ان هو يعمل حاجه اسمها كولد ابسس او اللي هو الصديد الغير بكتيري، فبيبدا يكسر في الخلايا الموجوده حواليه ويبدا يعمل عمليه ارتشاح في اي مكان يوصل فيه. فهو بيبقى عن طريق ان هو الجسم بيبقى في رد فعل الميكروب داخل، لكن مش بنفس الحده بتاعت الرئتين. لان الرئتين بيبقى فيها كميه الهواء اعلى، فبيبقى كميه التدمير اللي بتحصل في الرئه اكتر من اي جزء تاني من الجسم. ممتاز. بنستمر ايضا دكتور في الموضوع حول الاعراض ايضا والانواع، لاننا نبغى نسه في موضوع الانواع ايضا او الاقسام وخاصه الكامل منها، ولكن عندنا مكالمه من ابو مريم من المملكه العربيه السعوديه. ابو مريم السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله اخوي. حياك الله يا ابو مريم. يا طويل العمر، بس انا عندي سؤال بالنسبه للمرض السل، يعني هل هو يعني يكون عنده فقدان الشهيه او مثلا يعني يكون عنده فقدان الوزن، يعني عنده نزول الوزن، هل هو مثلا يعني صاحب لهذه الاعراض؟ وبالنسبه لطويل العمر المناعه المكتسبه يعني اللي هو يسمى بالإيد، فقد تجد ان بعضهم مثلا يعني بعض يعني ما توصلوا اليه مثلا العلماء حق الطب ان مثلا لا يعالج على يعني على الطب العام يعني على الطب الجراحي، والبعض يقول لا يعني لو مثلا لو تجد مثلا الطب النبوي يعني وما شابه قد يعالجه يعني، فما لو تجتمع القوتين يعني
فيكون ان شاء الله يعني باذن الله سبحانه وتعالى هو القادر على شفاء اي مرض. فاتمنى من الدكتور يعني ان يعلق على هذه الجزئيه، لان بعض الاطباء الجراحيين يقولون ما له اي دواء، وقد تجد ان مثلا زي ما ذكرت قبل قليل ان العلاج النبوي والعلاج مثلا يعني اللي يسمى بالرقيه الشرعيه له الفائده على هذا. وانا لا انكر يعني ان مثلا الطب الجراحي، بل له الطب الجراحي مثلا ميزات ما شاء الله يعني تفوق وتفوق. صحيح. يعطيكم العافيه. صحيح. طيب. شكرا جزيلا لك يا ابو مريم. اعتقد ان الشق الثاني من الاسئله دائما، يمكن اذا رحت عند حتى اليوم يعني بعض الاماكن وخاصه الحجامه على سبيل المثال، يقول لك والله انا يعني اشكو من مرض كذا وكذا، يقول لك في البدايه روح وسو اشعه، مر على دكتور، عقب ما تخلص تعال وارجع لي. الان يعني الجانب العلمي دائما ضروري ايضا في مثل هذه الاحوال. ولكن نجيب على السؤال الاول بالنسبه للاعراض، جزاه الله خير ابو مريم، يمكن سبقنا لسؤال الاعراض اللي خاصه بهذا المرض، بما ان السؤال اذا نبدا بالاعراض ونستكمل حديثك. هيك هو الاعراض، في اعراض شقين، اعراض عامه واعراض خاصه بالصدر نفسه. الاعراض العامه بيبدا الانسان يحس ان هو عنده عدم قابليه للاكل، بيبدا ينزل الوزن بتاعه بصوره كتيره، يعني مش مجرد ان هو ينزل حاجه بسيطه مثلا، لما نقص في الوزن متواصل يعني متواصل، مش يوم او ليله، بيبدا يتعرق بالليل اكتر ويحس بحراره اكتر بالليل. والنقطه دي بس انا عايز افهم، بس مش كل ده بيبقى نفسه ضرر، يعني ممكن بعض الاحيان واحد يكون عنده دور برد او كده يحصل نفس الاعراض. لكن هي المتلازمه لو كامله كلها، يعني في نقص في الوزن، في نقص في الشهيه، في حراره بالليل، في تعرق بالليل، مضاف اليه بدء شكوى من الصدر نفسه. كحه مستمره اكتر من 3 اسابيع بس ما لهاش سبب، يعني ما يجيش مثلا عيان عنده حساسيه بيكح، ده طبيعي انه هيكح. عيان عنده برد بيكح، ده هيكح، عنده التهاب شعبي هيكح. لكن لو ما فيش سبب واضح للكحه اللي عنده مستمر، يبقى ساعتها احنا بنفكر، حتى بنعلم الطلبه عندنا في الكليه ان احنا لما نيجي اي حد بيكح اكتر من 3 اسابيع وعنده وما عندوش علامات على مرض معين موجود، لا حساسيه صدر ولا انفيزيما رئويه ولا التهاب شعبي، لازم يعمل اشعه. لازم يعمل اشعه عشان نطمنه. وده اللي في الحقيقه بناخده على بعض الاخصائيين واللي هم المؤسسين العامين، انه بيجي العيان يكح كتير ويدي له علاج ويجي له تاني وتالت، لا. صحيح. لازم يعمل اشعه وتطمن والله طلعت كويسه، نطمن زياده. الحاجه الثانيه اللي هي دايما الضرر، حتى في الافلام وفي التاريخ زي مصاص الدماء وكده بيربطوه بالبصق الدموي. صحيح. لكن مش كل بصق دموي هو ضرر، لان عاده احنا بنقول ان اشهر سبب للبصق الدموي البسيط، يعني تعرق الدم في البلغم او كده، بيبقى التهاب الشعب العادي. 90% من البصق الدموي نتيجه التهاب الشعب العادي. لكن لو كان معاه اعراض تانية زي ما قلتها لحضرتك ديت ومعاه بصق دموي، ساعتها نخاف بقى شويه، يعني اخذ مضاد حيوي وما استريحش، لسه عنده البصق موجود، لسه عنده الحراره موجوده، لسه عنده الالم في الصدر موجود، لسه عنده مثلا كتمه او الم في نتيجه التهاب الغشاء البلوري. عندها بنبدا بقى نقف كده نقول لا، لازم ندور على الضرر. دكتور انا الاعراض اللي تحدثت عنها الان، سواء كان بصق دموي، فقدان للوزن، او الكحه المستمره لمده 3 اسابيع من غير سبب، هل هذه فقط دي قسم واحد من الدرن ولا لي القسمين ايضا يتشابهون، الصامت منه الخفي منه او النشط؟ هو الصامت ده ما بيبقاش ليه اعراض خالص خالص نهائي. الصامت ده بيبقى انسان عادي وممكن يجي له ادوار عاديه، وحاجه يعني بالمصادفه بتعمل اشعه مثلا بتلاقي ان عنده علامات على انه اصاب زمان بدرن، زي مثلا تليفات في جزء العلوي من الرئه، تكلسات جيريه موجوده مكان الالتهاب، ده بيبقى اللي هو الكامن. لكن اللي هو النشط هو ده اللي بيبقى عنده الاعراض ديت. لكن اللي هو الكامن ده للاسف ما بقاش معروف. معنات هذا الكلام دكتور انه يمكن ان الكامن ينتقل بصوره فجائيه الى ان يكون نشط دون سابق انذار، وبالتالي يكون في في خطوره اكبر. دايما هم مرضى يعني الضرن، ربنا يشفيهم ويعافيهم. امين يا رب. دايما بيبقى خايف يجي له حراره او يجي له كحه زياده او بصق دموي جديد، بيجري على طول، بيجي خصوصا لو اخذ علاج وعارف ان فتره العلاج فتره طويله ومتعبه شويه. فلكن يعني هو سهل ممتنع، يعني بيتعالج لو اتعالج بدري. فبيبدا يشتكي فبيجي، احنا بنبدا نعمل ابحاثات تبين لنا اذا كان ده فعلا في نشاط ولا لا. وفي عندنا ابحاثات حديثه دلوقتي بتقول لنا مثلا الانسان ده عنده درن كامن ولا لا، يعني خفي نهائيا ولا مازال عنده بعض العصيات دي موجوده وكامنه منتظره اي حاجه عشان تنشط. ودول عليهم كلام شويه. هل نعالجهم ولا ما نعالجهمش؟
في حالات لازم تتعالج. نعم. يعني لو حد بياخد كورتيزون، لو حد عنده مناعته ضعيفة، عنده اللي هو مرض المناعة المكتسبة، عنده سكر، عنده مرض في الكلى، بنضطر ان احنا نعالجه. يعني نديله كورسي علاج 3 شهور او 6 شهور حسب اختيار الطبيب. نعم. تمام. لكن لو هو كامل وما فيش او هياخد مثلا علاج مناعي للروماتويد مثلا او الحاجات دي، لازم ياخد علاج، لان ده ممكن ينشط في اي وقت. نشاطه ازاي؟ اي تعرض لاي دور فيروسي، سواء انفلونزا، سواء اضطراب نفسي، يعني لو زعل جامد مثلا، لو اخذ كورس كورتيزون فتره طويله، لو اصيب مثلا باي اصابات تانية او اي تعب في اي جهاز تاني، زي الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان احنا اذا اشتكى عضو تداعى له سار العمر. فلو بدات المناعه بتاعت الجسم تضعف، بيبدا الميكروب ينشط من جديد. دكتور، العامل الجغرافي والمناخ، تمام، هل هذا له تاثير على تنشيط الدرن الكامن؟ هو حكي الاجواء اللي هي فيها اتربه كتيره وفيها مناخ حر شويه، بيبقى الدرن نشط فيها اكتر شويه. نعم. خصوصا ان في حضرتك تعرف ان الدرن او السل اكتر حاجه تموته الشمس، يعني الشمس خلال 4 ساعات بينتهي الدرن. عشان كده دايما بننصح المرضى المتعرضوا للشمس لحاجتين، عشان فيتامين د، وعشان خاطر ان الشمس بتقضي على المرض نهائيا. ولازم اوضتهم تبقى فيها تهويه وفيها شمس تخشها. الحاجه الثانيه ان الاجواء اللي فيها اتربه ورياح، في الدرن نفسه ممكن يقعد 6 شهور من البصقة في على مثلا على التراب او كده يفضل موجود، لكن لو في شمس بينتهي. لكن المشكله ان هو لو حاجه حديثه او كده وفي غبره وكده، ممكن تعمل انتشار شوي. معناتها الكلام ما شاء الله، صيفنا دائما ولله الحمد، وشمسنا ايضا فيها الشفاء. يعني لا نشكو كثيرا من الحر الشديد وكذا، وبالتالي هذا يكون علاج لكثير. نعم. من الامراض، وخاصه قتل الكثير من البكتيريا اللي لا نعلمها ايضا. نعم. صحيح؟ يمكن صحيح. يمكن الحاجه الجميله حقيقة كان اللي هي منظمه الصحه العالميه طلعت ال WHO طلعت الاحصائيات بتاعت 2017. الحمد لله دول الخليج ومصر من ضمنها نسبه الاصابه فيها بالدرن اقل مجموعه، يعني. نعم. احنا ما بين 0 ل 24. نعم. في بعض الدول بدون ذكر اسامي دول، لكن في بعض الدول مثلا بتوصل ل 14 حاله لكل 100,000. نعم. وفي منطقه الخليج بتوصل لاقل من كده، بتوصل لواحد لكل 100,000. نعم. فاحنا يعني احسن كتير من اماكن تانية زي جنوب افريقيا او الهند، عندهم نسب عاليه جدا، بتوصل في جنوب افريقيا لحوالي 600 حاله لكل 100,000. نعم. شوف حضرتك من 0 ل 24 ل 600 حاله. دكتور، ليش يقول لك تشخيص السل حتى في اثناء زراعه المستنبت المخبري يكون صعب حتى الكشف عنه؟ تمام. مع انه جرثومه، يعني سواء كامن او غيرها هي جرثومه موجوده. تمام. هو حكى مشكله التشخيص بالنسبه للتحاليل، بالنسبه للكشف بيبقى احنا عندنا شك. نعم. في حاجتين دايما بيشككونا في الصدر، اللي هما الدرن او السل والاورام بتاعت الصدر. نعم. بيبقوا متشابهين، عندهم كل الاعراض. صحيح. تمام. لكن الاشعه بتبين لنا اكتر، بالنسبه للسل بتبين لنا ببساطه. نعم. بنيجي ندور على الميكروب. نعم. الميكروب عيبه ان هو ممكن يكون موجود في جزء من الرئه، ما بيخرجش في البلغم بسهوله. فنعمل تحليل تطلع سلبيه. نعم. اخد بال حضرتك؟ فبنضطر ان احنا نعمل في بعض الاحيان حاجه اسمها انديوز ديسبيوتوم، ان احنا بنعرضه لجهاز بخار في ميه عاليه الصوديوم فيكح. نعم. فيجيب. نعم. البلغم كويس. أه. او ان هو يعمل منظار ونعمل له غسيل شعبي. نعم. بعد كده بنيجي للتشخيص المبدئي، اللي هو حاجه اسمها السمير، او اللي هي زي الصوره اللي احنا شفناها دي. نعم. بناخد عينه من البلغم 3 ايام ورا بعض. ليه بناخد 3 ايام؟ لانهم لقوا ان ممكن البلغم يجي اول يوم ما يكونش فيها كميه كافيه من من العصيات، فلقوا ان احسن نتائج بتيجي بعد 3 ايام. نعم. بفرض ان هم طلعوا سلبيين وانا شاكك ان ده درن، فدي الصعوبه في انك حضرتك توصل للبكتيريا نفسها. فعندنا دلوقتي حاجات حديثه جدا بدات تظهر. نعم. يعني عندنا حاجه اللي هو الدي ان اي او البي سي ار، خلال 48 ساعه هو ميزته ان هو بياخد ميكروب واحد ويعمل له امبليفيكيشن، يعني يزوده، يفضل يخليه يتكاثر. نعم. فيظهر النتيجه بتاعته. نعم. وفي حاجه اسمها جين اكسبرت، ده في خلال ساعات. نعم. موجوده في كذا حته. الجين اكسبرت ده بيقدر يشخص خلال ساعات ان الميكروب موجود. نعم. وانه ضرني، وانه كمان عنده مناعه او ما عندوش مناعه من اشهر مضاد ليه اللي هو الريفامبيسين. نعم. ففي طرق جديده حديثه دلوقتي بقت سهله جدا التشخيص. يمكن في الاول. نعم. كانت صعبه علينا، كان المزرعه بتقعد
4 أسابيع 6 أسابيع صحيح في آخر واحد، لكن حاليا دلوقتي في بعض المزارع 7 أيام ويبقى عند حضرتك نتيجة واضحة. ممتاز ممتاز جدا. بتحدث دكتور أيضا عن موضوع العلاج، ولكن مشاهدينا ننتقل سويا إلى فقرة نمط الحياة الصحي الذي أعدته لنا الدكتور رجاء درويش عبيد أخصائية التغذية السريرية، ومن ثم نعود. ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في فقرة نمط الحياة الصحي في برنامجكم عيادة عن هو. وموضوعنا اليوم بنتكلم عن التغذية الأمثل لمرضى السل أو مرض الدرن. طبعا مهم جدا يبتعدون عن الأغذية اللي غنية بالمقالي السكريات، كان ممكن يتعبهم الزيادة. مهم جدا ندخل دور التغذية السليمة لأنها تساعد في التعجيل في الشفاء أو حتى الوقاية من مرض الدرن. طبعا نركز على الغذاء الصحي المتوازن بحيث أنه يحتوي على 3 وجبات رئيسية بالإضافة إلى وجبات خفيفة. كون اللي يعاني من مرض السل قد يصاب بفقد الشهية وحتى نزول الوزن، مهم جدا نركز على الأغذية اللي هي تكون عالية بالسعرات الحرارية وكذلك مفيدة في نفس الوقت. طبعا تركيز على الفيتامينات والمعادن في معظم الخضروات والفواكه الطازجة من الأمور الجدا مهمة لمرضى الدرن. مهم جدا إذا كانوا يعانون من فقدان الشهية أو عدم مقدرتهم على أكل الطعام على فترات أو حتى أكل الطعام كميات مناسبة، يعني ممكن نعطيهم بعض المكملات الغذائية اللي تساعدهم على الشفاء من مرض السل أو حتى أنهم يخفف لهم حدة الأعراض. طبعا ما ننسى شرب كميات كافية من الماء، كونهم يعني يعرقون أو حتى ممكن حتى يصابون بكميات التنفس هاي يفقدهم كثير من السوائل، فليجب أن يشربوا ماء يعني لا يقل عن 8 أكواب ماء في اليوم. طبعا النوم الكافي كذلك من الأمور جدا مهمة، وممارسة النشاطات اليومية ما نغفل عنها كونها مهمة جدا لمرضى الدرن. طبعا مشاهدينا دائما نتمنى لكم الصحة والسلامة، ونشوفكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات نمط الحياة الصحي في برنامجكم عيادة عن هو. كل الشكر والتقدير للدكتور رجاء درويش عبيد أخصائي التغذية السريرية. مشاهدينا الكرام، الفقرة التالية وهي فقرة منصة التواصل الاجتماعي وزميلتي شهد، ابقوا معنا تابعونا. أهلا بكم من جديد. الآن نستعرض لكم الأسئلة التي وصلتنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن قبل هذا أطلعكم على نتائج سؤال حلقة اليوم، واللي كان: هل يعتبر داء السل من أمراض الرئة الرئيسية التي تسبب الوفاة؟ طبعا الإجابات كانت 76% نعم و 24% لا. شو رأيك دكتور؟ مظبوط تمام. عندهم وعي وثقافة حول الموضوع عالية جدا. نعم. نستكمل طبعا فقرتنا، نتناول بعض الأسئلة اللي وصلتنا عن طريق منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف يمكن معرفة الفرق بين أعراض مرض الربو وأعراض مرض السل؟ موفقين، يعطيكم ألف عافية. شكرا على هذا السؤال. تفضل أستاذ. هو حقيقة طبعا يعني هو زي ما اتفقنا أن السل ليه أعراض كثيرة جدا ممكن تتداخل مع حاجات كثيرة، تمام، لكن عادة اللي هو مرض الحساسية بيبقى عندهم 3 حاجات مميزين جدا للحساسية، أن هو بيبقى فيه كحة، ليه في التنفس، وأزيز صوت في الصدر زي خروشة أو أزيز زي ما بتقال ساعات أو أزيز، فهم الثلاثة دول مرتبطين ببعض. وبعدين الحسية بتبقى أعراض بتيجي في فترات وتروح، يعني ممكن يتعرض شوية دخان شوية تراب، يحط برفان معين أو تستعمل نوع من الصابون أو الشامبو تبدأ تشتكي، أو بعض الأكلات بعض الناس بيشتكوا منها، فتبقى أعراض مؤقتة وتروح وترجع تاني. لكن السل لو بدأ أعراضه بتبقى مستمرة لغاية لما يتم العلاج والتشخيص، تتفاقم بيبقى مستمر. زائد طبعا ما بيبقاش فيه البصخ الدموي، غالبا ما بيبقاش موجود أبدا في الحساسية. التعرق الليلي ونقص الوزن ما بيحصلش مع حساسية الصدر، لكن حساسية الصدر بتبقى أسهل كتير في التشخيص عن الدرن حتى يعني. نعم.
أيضا أحد الأسئلة، أحد الدكاترة خبرني أني أحتاج للخضوع لجلسات العلاج بالأكسجين، لكني بصراحة متخوفة، شو تنصحنا؟ علاج الأكسجين لأي سبب؟ مش أي للسبب. لا ما طب هو العلاج بالأكسجين لسه كنت بتكلم مع محمد بيه عليها، إن هي العلاج بالأكسجين تطور كتير جدا من مجرد اللي هو الأكسجين اللي هو اللي كان بيتاخد في كبسولات في ضغط زي الغواصة كده، وننزل فيها الضغوط تنزل لغاية كأنه تحت المية عشان يعلى تركيز الأكسجين في الدم. أو حديثا دلوقتي في الأكسجين السائل، وده بيتاخد عن طريق يعمل حقن في الأذن أو في الدم أو عن طريق الساونا، حتى دلوقتي بدأوا يستخدموه في الساونا. الأكسجين ممتاز في علاج حاجات كتيرة، بس أكتر حاجة بتستفيد منها اللي هي المخ والأعصاب، يعني اللي هما والأذن، يعني دول أكتر حاجات ممكن يستفيدوا منها. لكن في الحقيقة احنا بنكتشف كل يوم حاجة جديدة، يعني بنكتشف ان الأكسجين النشط ده بيساعد تقريبا في معظم الأمراض، يعني بس قد يكون علاج مساعد. طالما في علاج أساسي مثلا زي علاج الضرر مثلا موجود فما بنلجأش ليه. لو الانسان احتاج اكسجين بيديله الاكسجين العادي، لكن لو احتاج ممكن نديله الاكسجين النشط ده، لا اذا كان في سبب تاني، يعني لو في حاجه تانية زي ما قلت حاجه زي اللي هم الغيبوب او اللي هي الشلل زي المخ مثلا، الاعصاب، وجود مشكله في العصب بتاع الاذن، دي بيستفيدوا اكتر. بتوع السكر اللي عندهم قرح او عندهم بيستفيدوا كتير جدا واصبح نتيجهم عالي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي الطب لقاها حديثا. وبالاضافه كمان الحاجه دي الفيتامين د، يمكن في الضرر لو ان ليه علاقه بنقصه وبين بتاع ده، وبدات يعني يبقى ليه علاقه بحاجات كتيره. لكن الاكسجين طبعا مفيد اذا كان ليه سبب، اذا كان ليه سبب ما فيش منه ضرر. لكن هو بس الغواصه ديت، يعني انا دخلتها مره عشان اشوف يعني ايه اللي بيحصل فيها، مش اي انسان ممكن يستحملها، لكن العلاج الاكسجين السائل احسن كتير. نعم. نعود لكم بعد القليل. ممتاز. نعم. ممتاز جدا. اذا بنستكمل ايضا حوار الدكتور بوصلنا للعلاج لحد تجهيز باقي الاسئله عن طريق زميلتي شهد. دكتور تحدث عن الان نتحدث عن موضوع العلاج. يقال ان بعض العلاجات اللي يستخدم الانسان قد تزيد من موضوع من مرض السل او الدرن في بعض الاحيان. هل هذا الكلام صحيح؟ واي العلاجات هذه؟ طيب حضرتك، هو احنا لما بنتكلم على علاج غير علاج الضرر، غير الضرر، لان علاج الضرر ده مفيد طبعا. صحيح. كتير. صحيح. لكن في حاجات تانية زي الكورتيزون مثلا. نعم. او الادويه اللي بتقلل المناعه، دي ادويه بتخلي عرضه الانسان لنقص المناعه اكتر. زي الكورتيزون لو اتاخد اكتر من 15 ملي جرام مثلا من بريدنيزولون مثلا لمده اسبوعين او ازيد. نعم. ده بيضعف مناعه الجسم. تمام. الحاجات اللي هي المواد الكيماويه اللي بتعالج بيها المرضى بتوع السرطان وكده بتقلل مناعتهم. العلاجات اللي بتاخد الامراض اللي هي الانسجه زي الزئبه الحمراء والروماتويد وكده، دي بتقلل مناعه الجسم. نعم. فبتخلي الانسان عرضه اكتر ان هو لو عنده ضرر كامن او كده انه ينشط. عشان كده عاده اللي هم الناس اللي عندهم يعني الروماتويد مثلا وحابوا ياخدوا علاج مناعه وكده، دايما بندور عندهم بنعمل لهم تحليل دم بيبين سكان اسمه جولد تيست، دايما بيبين سكان عندهم ضرر كامن ولا لا. لو عندهم ضرر كامل ولازم ياخدوا العلاج المناعي لازم نديهم كرسي علاج الاول. ممتاز. ممتاز. الان دكتور تحدث عن موضوع، اذا في بعض الادويه قد تؤثر على ظهور الدرن او السل. كيف نعالج السل ذاته؟ علاج السل كان يمكن لما كنا يعني لسه في مرحله البدايه، يعني كان علاج السل صعب جدا. كان بيقعد سنه وسنه ونص، وادويه بتتاخد كل يوم اكتر من دواء واحد. لكن بعد 2014 الدنيا اتغيرت كتير جدا. يعني احنا عندنا كورسات دلوقتي بتاخد 3 شهور وفي 6 شهور، لكن هو المعتاد 6 شهور علاج. مشكله الدرن هو سهل الممتنع، هو بكتيريا ممكن تتعالج. صحيح. بس مشكلتها انها لو حضرتك اديها مضاد واحد بينشط عنده المناعه بسرعه، فيبدا عنده مناعه للمضاد. فعشان كده وجدوا ان البدايه لازم 4 مضادات مع بعض، بيتاخد 4 مضادات في نفس الوقت مع بعض، ده اسمها الفيرست لاين او الخط الدفاعي الاول، بيتاخد لمده شهرين. بعد شهرين ما يتم لو الامور ماشيه كويس والمتابعه ان في تحسن، الانسان بيبقى غير معدي بعد اسبوعين من العلاج. نعم. بعد اسبوعين اول. نعم. اسبوعين لازم جوه المستشفى. نعم. والحقيقه وزاره الصحه عامله يعني نظام يعني صارم بالنسبه لعلاج الدرن، وعشان كده بيبدا في التنقص. نعم. بتاعه. نعم. بعد ما يعدي الشهرين بيبقى فيه 4 شهور علاج، عبارة عن كبسولتين الصبح على الريق. نعم. مع فيتامين بس لمدة كامل 4 شهور تانيين. بعد 6 شهور بنعمل تحاليل تانية وبيشفى تماما.
نعم بيشفى تماما، واي حاجه كانت موجوده في الرئه حتى بتبدا الرئه تحتويها وتبقى زي تليف بسيط كده قديم وبيفضل في مكانه. نعم ممتاز ممتاز. شاهد في عندك اسئله؟ نعم اكيد عندي. نعم. استفسار متابعه تستفسر عن هل خروج الدم من الانف احد اعراض السل؟ لا ما لا, 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 لا ده هذا نزيف. في اعراض كثيره من نزول الدم من الانف. نعم. ده غالبا بيبقى من الشعيرات الدمويه الموجوده في الانف، سواء في مشكله في الاوعيه الدمويه او في اشياء ثانيه. احيانا ارتفاع ضغط الدم بعد ارتفاع ضغط الدم من ضمنه. نعم. ونسبه السيوله في الدم من ضمنها. نعم. ايضا هناك سؤال، هل يمكن اصابه الاطفال بداء السل؟ الاطفال معرضين لداء السل من حاجتين زي ما قلت حضرتك، ممكن الطفل هو المولود لام عندها ضرر بيتاثر ويتعدى منها، وحتى بنقول ان هو لازم الام وهي حامل تاخد العلاجات كلها امنه في الحمل ما عدا بس حاجه واحده للستريبتومايسين ده ما بيتاخدش. نعم. الحاجه الثانيه ان ممكن الطفل نفسه اللي بيتطعم يحصل له مضاعفه من التطعيم نفسه، يعني من ضمن لان التطعيم ده عباره عن ميكروب مضاعف بس حي، فممكن هو نفسه يعمل نشاط لا قدر الله لو هو يعني كميته او حصل رد فعل غير متوقع ان ممكن يعمل نفسه اعراض المرض. زائد ان الاطفال اللي هم مخلطين لحد مصاب بيبقى عرض اكتر، اقل من 5 سنين ده بيبقى مناعته ما زالت برضه يعني ضعيفه، فبيبقى عنده عرض اكتر ان هو ممكن يتنقلوا لعلو بسهوله. نعم. في سؤال كذا سؤال ايضا يستفسرون عن طريقه الوقايه من السل من شخص مصاب او حتى اذا انتقلوا الى بلد او سافروا الى بلد في هذا بلد فيها نشاط. اتوقع انتم بتتكلمون الحين بتتطرقون حق طرق الوقايه. نعم. هو حكى اولا يعني اول حاجه ان احنا يعني يستحسن بالنسبه في جوه البيت لازم تكون تهويه كويسه جدا، ولازم يكون الشمس بتخش على الاقل مره في اليوم جوه البيت بتاعنا. الحاجه الثانيه ان هو البعد عن التجمعات الكبيره قوي في الاماكن الضيقه. نعم. دي يمكن اكتر حاجه ممكن حضرتك ما يعني بتبقاش عارفه، خصوصا في الاماكن اللي فيها يعني تنوع كتير ما بين الشعوب وكده، فبتلاقي. نعم. بعض. نعم. الناس خصوصا في اجواء معينه بيبقى في اختلاط اكتر في مكان صغير. نعم. فده مشكله كبيره جدا، لازم الواحد يبقى يعني يبتعد عن الاماكن اللي فيها تجمعات كثيره ما يكونش فيها تهويه كويسه. الوقايه الثانيه ان الواحد لازم يتعرض على الاقل نص ساعه كل يوم للشمس، لان ده بيساعد الجهاز المناعي ان يكون فيتامين د اللي هو له علاقه بيه ان هو بيقي من الضرر. هل لها فتره معينه التعرض للشمس يعني نص في ساعة. وقت معين؟ نص ساعه في اليوم. في اي وقت يفضل؟ يبقى يعني في اماكن معروفه اللي هي الاشعه فول بنفسجيه وكده اللي هي وقت الظهر ديت والوقت اللي هو قبل المغرب يستحسن يبعد عنه. لكن الصبح او في النص ده بيبقى كويس. نعم. الحاجه الثانيه طبعا لو اتكلم على الوقايه في حاجات كثيره جدا. لو مريض وحد مخلط ليه، اول المريض لو هو موجب لازم بيقعد في المستشفى اسبوعين، ده تحت كل وزارات الصحه كلها لازم اسبوعين لغايه لما يبقى سلبي. نعم. لو طلع التحليل سلبي بيروح على البيت عادي. بس المخلطين احنا بنعمل لهم تحاليل وبنعمل لهم اشعه نطمن ان مفيش حد منهم عنده حاجه ايجابيه. نعم. واذا كانوا في البدايه بيحبوا يزوروا او كده بيبقى في طرق معينه للزياره، بيبقى في ماسك اللي هو حاجه اسمها 95% ده بيمنع العدوى عن طريق قناع يعني. بيبقى له حاجات لوحده يستخدمها، التهويه في البيت تبقى كويسه. التغذيه نفسها بعد كده بالنسبه للمرضى بيستحسن زي ما قالت الدكتوره ان احنا لازم بروتينات عاليه، لازم ميه كويس، لازم خضروات وحاجات فيها اللي هو مضاد الاكسده زي الفواكه وزي. نعم. الخضروات البقوليات اللحوم في انواعها مهمه جدا، في والالبان. في حد يعني مشهور قوي من الهند كان جاله ضرن اخذ ماعز وطلع بيها على الجبل وتعالج ورجع طبيعي لانه بيشرب اللي هو الحليب بتاعها فده بروتينات وفي هواء نقي. تمام. نعم. الحاجه الثانيه اللي هي المكسرات لقوا ان هي بترفع المناعه كويس قوي. الاوميجا زي ما قالت الدكتوره المكملات الغذائيه، الاوميجا من الحاجات اللي ترفع المناعه كويس جدا للصحه. صحيح. اذا الغذاء ايضا له دور كبير في. نعم. نعم. في العلاج من هذا. واذا كان في نقص فيتامين ده لازم يتعالج. نعم. ممتاز. انا اود ان اشكر لان اتوقع انتهى الوقت. نعم. اشكر كل من تابعنا وكل من تفاعل معنا في حلقتنا لهذا اليوم وكل من تواصل معنا عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لك دكتور على هذه المعلومات القيمة، وشكر أيضا لإدارة الإعلام الرقمي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جهودهم معنا.
إذن مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا في هذا اليوم، كل الشكر والتقدير للدكتور عماد الدين مصطفى إبراهيم استشاري الأمراض الصدرية، وشكر أيضا موصول لزميلتي شهد أيضا على المعلومات والأسئلة ونقل أسئلة متابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى استشارينا الدكتور في حلقتنا لهذا اليوم. لأن الشارقة تهتم بالإنسان، كان برنامج عيادة على الهواء. دمتم بصحة وعافية.